خلينا دلوقتي نروح للميا عشان نعرف هل بتسال اهل العلم ولا اصحاب التجربه والخبره وفي اي موضوع بالظبط. صباح الخير عليك يا لميا. صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير عليك يا جمانه، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. هو السؤال، هل ينفع نثبت قاعده مثلا ان اهل العلم لحاجات معينه واهل التجربه والخبره في حاجات معينه؟ انا هقول لك بس على حاجه الاول قبل ما اجاوبك. انا طول عمري وانا كنت متحسسه في اي خطوه ممكن اعملها ولو بسيطه، يعني كانت طول الوقت مامتي تقولي ما ينفعش تقعدي قدام الضيوف، ما تاكليش لبانه، افردي ظهرك وانت قاعده. فتعودت من وانا صغيره قبل ما اعمل اي حاجه ايا كانت بسيطه اسالها الاول او اسال اي حد. فانا كبرت على الطبع ده، ان انا طول الوقت بسال اللي حواليا في اي حاجه، اهل الخبره بقى، الخبره او التجربه. بس حسيت انه لو سمعت من اهل الخبره او حتى سمعت من اهل التجارب، ففي الاخر هتبقى تجربتي انا زي ما جمانه قالت. كبرتي بقى لمي، خلاص ما ينفعش يعني تستني. حاولت بقالي فتره مش قليله ان انا اعمل كده، لكن لان لقيت حياتي بكل المقاييس مستباحه، كل الناس عارفه كل حاجه، فدي بقت بتضايقني انا لما كبرت. لكن انا اتعودت اسال اهل الخبره واشوف تجارب الناس، بس بشوف ايه اللي يناسبني واعمله بناء على شخصيتي طبعا وطباعي، واقدر استحمل ايه وما استحملش ايه. فاظن يعني ان احنا نسال الاثنين، وخد اللي انت تقدر تستحمله وتقدر تعيش بيه في حياتك.